السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في تاني فيديو في كورس الأوديتنج بعنوان بروفيشنال ستاندرد أو السي بي اي بروفيشن. في الفيديو دوت هنفرق ما بين البرايفت كومباني والبابليك كومباني، هنشوف مين اللي بيعمل أوديت في البابليك ومين اللي بيعمل أوديت في البرايفت، وهنشوف بقى نخش طبعا في التفاصيل، وهنشوف الستاندرد اللي بيمشي عليها البابليك والستاندرد اللي بيمشي عليها البرايفت. تعالى أول حاجة زي ما اتفقنا هنقسم الشركات عندنا لإيه؟ لبابليك ونون بابليك. ده ليه؟ عشان اعمل ريجوليشن اوف ذا بابليك اكاونتنج بروفيشن، انظم مهنه المحاسبه. فانا هقسمها، عندي اكاونتنج في البابليك واكاونتنج في النون بابليك كومباني. تمام، البابليك كومباني مين المسؤول عن الاوديت والاكاونتنج في البابليك كومباني؟ حاجه اسمها بابليك كومباني اكاونتنج اوفر سايت البورد، هنختصرها في بي سي اي او بي. بص ديت مسؤولة عن ايه؟ أول حاجة registration of public accounting firm that audit the public company، يعني مكاتب المحاسبة اللي بتعمل audit على public company لازم تتسجل في ال PCAOB. تاني، مكاتب المحاسبة ال public accounting firms اللي بتعمل audit على public company لازم تتسجل فين؟ في ال PCAOB. ليه؟ لأن هي ديت المسؤولة عن كل ال public company. طيب بتعمل ايه تاني ال PCAOB ديت؟ establish or adapt quality. بص بتعمل ستاندرد، ماشي، issue ستاندرد لايه؟ للاوديتنج وللكواليتي كنترول وللايسكس وللاندبندنس. تاني، يعني بتعمل ستاندرد لاربع حاجات، الاوديتنج والكواليتي كنترول والايسكس والاندبندنس، ده فين؟ في البابليك كومباني. وبرده بتعمل ستاندرد ريليتنج تو ايه؟ الاوديت ريبورت. احنا اتفقنا ان الاوديت ريبورت دوت ده فاينل ستيج اوف ذا اوديتنج بروسيس. طيب بتعمل ايه تاني؟ conduct the inceptions of public company practice of registered public accounting firms، يعني بتراجع على المراجعين اللي بيراجعوا على accounting firms. يعني بتعمل فحص inceptions على البابليك اكاونتنج فيرمز المتسجله عندها. ده شفت البابليك اكاونتنج فيرمز اللي اتسجلت هنا؟ مش احنا قلنا هنا مكاتب، كل مكاتب المحاسبه اللي هتعمل اوديت على البابليك كومباني لازم تتسجل في البي سي اي او بي ديت، ماشي. بعد كده بقى البي سي اي او بي ديت هتراجع عليها، هتعمل انسبشنز عليها، تتاكد هل هي ماشيه بناء على الستاندرد اللي حاططها في ستيب 2 ديت ولا لا. يعني تاني، بص في اول ستيب هنا كل الاكاونتنج فيرمز اللي هتعمل اوديت على البابليك كومباني خلاص سجلناها في البي سي اي او بي ديت. تمام، تاني خطوه عندنا البي سي او بي ديت عملت ستاندرد عن الاوديتنج والكواليتي كنترول والايثكس والاندبندنس والاوديت ريبورت. تمام، في تالت خطوه بقى هنتاكد هل البابليك اكاونتنج فيرمز ديت اللي اتسجلت عندنا خلاص ماشيه بناء على الستاندرد ديت ولا لا. يعني براجع اللي بيراجعوا يعني، ماشي. طب ده في البابليك. طب في النون بابليك كومباني او البرايفت كومباني عندي حاجه مسؤوله عنهم اسمهم الاي اي سي بي اي، الامريكان انستيتيوت سيرتيفايد بابليك اكاونتنت، ودي اتكلمنا عنها في شابتر 1 وقلنا ان دوت يعني معهد زي منظمه امريكيه كده او معهد امريكي بيدي للاوديتور شهاده السي بي اي عشان يبقوا مراجعين معتمدين. ومعاها حاجه تانية برضو اسمها ستيتد بورد اوف اكاونتنسي، ديت اللي هي بقى في كل بلد بيبقى فيه زي يعني جمعيه، يعني هنا في مصر اسمها جمعيه المحاسبين المراجعين اي اس اي اي، ديت بتبقى مسؤوله برضو عن الاوديت، ماشي. طيب دي بقى بتعمل ايه الاي اي سي بي اي ديت؟ بتعمل حاجه اسمها بير ريفيو. ارجع هنا كده، مش انا قلت لك الانسبشنز دوت ان البي سي اي او بي دي بتعمل يعني اذا بتراجع اللي على البابليك اكاونتنج فيرمز اللي هي بتعمل اوديت، صح؟ نفس الكلام بقى هنا برضو في الاي سي بي اي بس اسمها بير ريفيو. بير ريفيو يعني مراجعه النظير. بص بتعمل ايه؟ بير ريفيو فور نون بابليك براكتس سيجمنت فور اول سي بي اي فيرم، يعني السي بي اي فيرم بتعمل اوديت على سي بي اي فيرم تاني زيها، بتشوف بقى كواليتي كنترول عندها، بتشوف شويه ستاندرد كده عندها. يعني مكتب المراجعه لو اسمه حازم حسن، شركه المراجعه حازم حسن، هيراجع على شركه مراجعه تانيه اسمها اللي هي اسمها حجازي، مش عارف عبد العزيز حجازي او حاجه، عبد المنعم حجازي تقريبا، حاجه حجازي كده. مراجعه برضه مكتب مراجعه زي حازم حسن، الاثنين يراجعوا على بعض، صح؟ سي بي اي فيرم بترجع على سي بي اي فيرم. وفي موضوع يعني في سيكشن مخصص بيتكلم عن البير ريفيو دوت، هنجي له دلوقتي. بس اعرف دلوقتي ان الاي اي سي بي اي في النون بابليك كومباني بتعمل البير ريفيو ده طبعا بجانب ايه؟ الاوديت اللي بتعمله على البرايفت كومباني او النون بابليك كومباني. تمام، بص بقى، شفت البي سي اي او بي ديت بابليك كومباني اكاونتنج اوفر سايت البورد؟ مين اللي عملها اصلا؟ اللي عملها قانون اسمه سيربنس اوكسلي اكت في 2002، عمل استبلش للبابليك كومباني اكاونتنج اوفر سايت البورد. انا شايل هم الصراحه، انا هقعد طول الفيديو اقول بي سي اي او بي، قلت اختصرها في في سي، بس لو حد جه في نص الفيديو يقول اي بي سي ديت، ماشي، فاستحملوني بقى اقعد اقول بي سي اي او بي كده.
ماشي كده خلاص اتفقنا. السيرفنس اوكس الاكت دوت عمل استبلش استبلش استبلش، هو اللي عمل البي سي اي او بي ماشي. بعد كده السيرفنس اوكس الاكت دوت ده يعتبر من اهم القوانين اللي اصدرت في عن الاوديتنج بروفيشن، عن مهنه المراجعه، هي اللي بتنظم الاوديت نفسها تمام. حاجه كمان بقى، السيرفنس اوكس الاكت دوت بيشتغل فين؟ في البابليك كومباني بس، اهو بابليك كومباني بس. السيرفنس اوكس الاكت دوت مسؤوليته كلها في البابليك كومباني، يشيل لك البابليك يحط لك البرايفت، يحط بابليك يحط معاه برايفت، يعني يبقى بابليك اند برايفت تبقى فولس ماشي. هو مسؤول عن ايه؟ الاكت ابلاي تو بابليك هيلد كومباني اند زير اوديت فير بابليك بس. طيب البي سي اي او بي ديت بتعمل ايه تاني؟ بروفايد اوفر سايت، يعني زي بتراجع او بتراقب على الاوديتورز، او زي مرجع للاوديتورز اللي بيراجعوا في البابليك كومباني ماشي. وحاجه كمان بقى، بص بيقول لك كومبلاينس وذ ذا رولز اوف ذا بي سي اي او بي اند اس اي سي. ايه الاس اي سي ديت؟ الاس اي سي ديت للمسؤوله عن البي سي اي او بي، مش احنا قلنا كده كده؟ بص البي سي اي او بي ديت اللي عملها السيرفنس اوكس الاكت، القانون دوت هو اللي عمل استبلش ليها تمام. طب ايه بقى اللي بيشرف عنها؟ ايه المسؤول عنها؟ الاس اي سي. اس اي سي يعني ايه؟ في سيكشن برضو مخصص بيتكلم عن اس اي سي دوت، سكيورتي اكسشينج كوميشن، ديت يعني منظمه كده يعني مسؤوله انها تدي ريليبل انفورميشن عن الفاينانشال ستيتمنت للشركات المساهمه المسجله عندي في البورصه ماشي. ما فهمتش؟ اصبر، في سيكشن مخصص ليها، بس اعرف دلوقتي بس ان الاس اي سي ديت ده اللي بيشرف على البي سي اي او بي. طيب البي سي اي او بي ديت بقى بتعمل ايه؟ نفس الكلام، استبلش اوديتنج اتستيشن اند كواليتي كنترول ستاندرد فور مين بابليك كومباني اوديت، يعني بتعمل ستاندرد للاوديتنج فين؟ في البابليك كومباني اوديت ماشي. يقول لك بابليك اند برايفت، لا غلط، بابليك بس. وحاجه تانية برضه، بيرفورمينج الانسبشنز اوف اوديت انجيجمنت اند كواليتي كنترول، بيعمل انسبشن لحاجتين، اوديتنج انجيجمنت وكواليتي كنترول، وهنشوفهم دلوقتي برضه بالتفاصيل. طيب الخلاصه بقى كده، ده انا عندي البابليك كومباني اهوت، بابليك كومباني فيها قانون اسمه سيرفنس اوكسلي اكت. السيرفنس اوكسلي اكت دوت عمل استبلش، يعني هو اللي عمل اصلا المنظمه اسمها بي سي اي او بي. بي سي او بي ديت بتعمل ستاندرد، ستاندرد للبابليك، والمسؤول عن البي سي اي او بي ديت المنظمه اسمها اس اي سي ماشي. الاختصارات كتيرة والمصطلحات كتيرة، خلي بالك خلي بالك كويس قوي، اعرف ان في البابليك كومباني فيها قانون اسمه سيرفنس اوكس الاكت. سيرفنس اوكس الاكت دوت عامل البي سي اي او بي، واللي بيشرف على البي سي اي او بي ديت الاس اي سي ماشي. وهنتكلم عن الاس اي سي دلوقتي بالتفاصيل ماشي. تعال بقى نتكلم اكتر عن البي سي اي او بي ديت. دي بتبقى مكونه من 5 ممبرز، على الاقل 2 فيهم معاهم السي بي اي تمام. بص بقى مين اللي بيعين الفايف ممبرز دولت؟ مين؟ الاس اي سي. مش انا قلت لك الاس اي سي ديت دي اللي بتشرف على البي سي اي او بي، دي اللي بتعين اصلا الممبرز في بي سي اي او بي تمام. بعد كده بيقول لك ان الممبرز دولت بيشتغلوا 5 سنين لمده مرتين تجدد، يعني 5 سنين وتجدد، تجدد مره واحده بس، يعني اخرهم كده يشتغلوا 10 سنين بعد كده ايه يطلعوا من البي سي اي او بي بس. ونفس الكلام برضو، كل الاكاونتنج فيرمز لازم تتسجل في الاس اي سي، لا سوري، كل الاكاونتنج فيرمز الاس اي سي متسجله في الاس اي سي لازم تكون متسجله في البي سي او بي. مش فاهم يعني اي شركه عندي في الاس اي سي، الاس اي سي دوت اتفقنا اللي هو ايه، بص خليها بورصه لحد دلوقتي ماشي، يعني لحد ما نخش في تفاصيل اكتر، يعني اي شركه من دولت لازم تكون متسجله فيه في البي سي اي او بي. ده نفس الكلام برضو بتاعت اللي انا قلته في اول سلايد ماشي. بعد كده معنى انك سجلت في البي سي اي او بي انك لازم تتعاون معاها، انك تديها المعلومات اللي هي عايزاها، والبي سي اي او بي ديت معاها السلطه انها تعمل تفرض عقوبات، تفرض عليك تعويض تدفعه، ليها يعني صلاحيات كتيره البي سي او بي ديت ماشي. في ايه تاني؟ فاكر لما كنت بقول لك البي سي او بي ديت بتعمل 3 حاجات، كان اخر حاجه فيهم اسمها انسبشنز، اما قلت لك شركه مراجعه بترجع لشركه مراجعه صح؟ تعالى بقى نتكلم عن الانسبشن ده بالتفاصيل. اللي بيعمله البي سي اي او بي ستاف تمام، بيفوكس على ايه؟ بيفوكس على يشوف البرفورمانس بتاع الاوديت فيرم اهو، مش انا قلت لك بيراجعوا على اللي بيراجعوا صح؟ اهو بيشوف البرفورمانس بتاع سامبل اوف انديفيدوال اوديت، بيشوف الناس اللي بيعملوا الاوديت بيشوف البرفورمانس بتاعهم ويقيموا تمام، اند ريفيو انجيجمنت. طبعا بيستخدموا الريسك بيزد ابروش تو سيلكشن الانجيجمنت، يعني الحاجات اللي بيشكوا ان ممكن يبقى فيها ريسك هم دولت اللي بيعملوها ايه؟ انسبشن. دي حاجه. وبيفوكس على ايه تاني؟ على الكواليتي كنترول.
الحمد لله الجزء بتاع الكواليتي كنترول دوت مش موجود، يعني مش موجود عندنا في السلايد لانه كان رخم وفيه تفاصيل كتيره قوي، تمام. بس هو يعني يعرف ان هو يعمل انسبشن للكواليتي كنترول واند مانجمنت ايشيو اونلي، مش يعني بيشوف معايير الجوده. ايه بقى معايير الجوده؟ خلاص مالناش دعوه، مالناش دعوه، دي تفاصيل تانيه ديت مالناش دعوه بيها، مش موجوده عندنا الحمد لله. اعرف بس ان هو بيعمل بيشوف الكواليتي كنترول والمانجمنت ايشيو، تمام. وده مختلف عن البير ريفيو. ايه ده، استنى، انا شفت كلمه بير ريفيو ديت، يعني ايه بير ريفيو ديت؟ اللي في النون بابليك كومباني، لما قلت لك شركه مراجعه بترجع شركه مراجعه، حازم حسن يرجع لحجازي كومباني، صح؟ طب بير ريفيو ديت هنتكلم عنها دلوقتي حالا، تمام. بعد ما يخلصوا بقى الاوديت اللي بيعملوه ده او الانسبشنز اللي بيعملوه دوت، هيعملوا ايه؟ هيعملوا ريبورت. الريبورت ده هيروح للاس اي سي، مش انا قلت الاس اي سي ديت المسؤوله عن البي سي اي او بي، صح؟ هيعملوا ريبورت بقى لبيت الاس اي سي، وجزء منه هيتنشر للبابليك، تمام. ده الانسبشن. الانسبشن دوت اتفقنا ان هو ايه، بيبقى في البابليك كومباني. طيب في البرايفت كومباني عندي ايه؟ عندي حاجه اسمها بير ريفيو. اه يعني البير ريفيو دوت بقى دوت المسؤول عن النون بابليك كومباني او البرايفت كومباني. وكان مين اللي بيعمله؟ فاكر ارجع لاول سلايد لما قلت لك الاي اي سي بي اي، هي ديت اللي بتعمل بير ريفيو. سي بي اي فيرم بترجع على سي بي اي فيرم تاني، هي هو دوت ببساطه بير ريفيو. طيب البير ريفيو اللي هي يعني مراجعه النظير، اتنين بيراجعوا بعض، ماشي، كومباتيتورز بيراجعوا بعض، وعادي خالص. طب انت ممكن تسال نفسك تقول مش ده، يعني انا دلوقتي انا لما راجع على الكومباتيتورز بتاعي مش ممكن اطلع ايرور عنده وهو اصلا ما يكونش موجود، صح؟ بس لو عمل حاجه زي ديت مش تبقى حاجه بروفيشنال قوي، لان كل سنه المراجع بيختلف، فلما يشوف المراجع بتاع السنه اللي قبليها يشوف ايه الريبورت اللي هو عمله، فديت هتبقى حاجه مش بروفيشنال خالص، وهتبقى حاجه يعني وحشه في الايمج بتاعت الشركه اللي عملت التلاعب ده. وطبعا في ستاندرد وكنترولز كتير بتحكم العمليه ديت، فمش يعني ما يجيش في دماغك الموضوع ان ممكن الشركه تكتب ريبورت وحش على الشركه التانيه عشان تضربها، لا، فما يعني ما فيش الكلام ده. طيب التو تايب اوف بير ريفيو بقى ايه؟ بعمل سيستم ريفيو وانجيجمنت ريفيو. سيستم ريفيو يعني ايه؟ يعني بشوف السي بي اي فيرم سيستم بتاعها كاملا، وبشوف الكواليتي كنترول بتاعها. الكواليتي كنترول الحمد لله مش عندنا، اعرف بس ايه اللي في ستاندرد للكواليتي كنترول، ماشي. بعد كده بقى باخد سامبل كده بقى من الشغل بتاع المنظمه اللي انا بعمل لها اوديت ديت او بعمل لها بير ريفيو ديت، بشوف بقى ايه التفاصيل، عمل الاوديت ده ازاي، ايه الايفيدنس اللي جمعها، وبشوف كل الوركينج بيبر فايلز بتاعها. اه خلاص، يعني في السيستم ريفيو بشوف الكواليتي كنترول، وباخد سامبل من شغل المنظمه ديت، وبشوف الوركينج بيبر فايلز بتاعه اللي هي الاوراق يعني اللي عملها. طيب الانجيجمنت ريفيو باخد سامبل برضو، سامبل من الورك انكلودنج الريبورت، باخد السامبل كله، مثلا عملوا اوديت على شركه جهينه، اخد كل شغلهم بالريبورت اللي كاتبوه، واشوفه بقى تو ايفاليويت الابروبريتنس، اشوفه هل مظبوط ولا لا، في مشكله ولا لا، في تلاعب ولا لا، كان اندبندنس او انبيزد غير منحاز وهو بيكتب الريبورت ولا لا، ماشي، التفاصيل دي. وبيقول لك بقى ان الانجيجمنت ريفيو دوت دي حاجه اقل من السيستم ريفيو، ماشي، يشيل لك السيستم ريفيو يحط لك انجيجمنت ريفيو، فولس. الانجيجمنت ريفيو اصغر من السيستم ريفيو. يعني لما اجي اعمل سيستم ريفيو لشركه بعمل ايه بقى؟ ايه البير ريفيو بتاعي على نطاق اوسع من الانجيجمنت ريفيو. وفي الاخر خالص بعد ما اخلص البير ريفيو دوت بعمل ريبورت. الريبورت يا اما يعني يا اما مقبول باس، يا اما مقبول بس في مشاكل ممكن تتعدل، يا اما اصلا ايه ما عندهمش كواليتي كنترول اصلا، وما عندهمش ما كانوش اندبندنس وهم بيقولوا رايهم في الاوديت ريبورت، ماشي. كان عندي بره 3 انواع من الريبورت احفظهم. طيب ده كان البير ريفيو. في ايه تاني؟ فاكر الاس اي سي؟ ما كنت عمال اقول لك الاس اي سي ديت المسؤول عن البي سي اي او بي، صح؟ وتاك في سيكشن مخصص عنها، اهو جه اهو. بص بقى، بيقول لك الاس اي سي ديت ايه؟ فيدرال جفرمنت، منظمه حكوميه، ايجنسي، منظمه حكوميه بتعمل ايه؟ بروفايد انفستور ويز ريليبل انفورميشن ابون ويتش تو ميك انفستنج ديسيجن. اه بتدينا انفورميشن موثوقه عشان ناخد بناء عليها ناخد الديسيجن بتاعنا. انا معايا فلوس محتار استثمرها في شركه جهينه ولا شركه ولا سي اي بي مثلا، شركه جوانا ولا سي اي بي، هعمل ايه؟ هرجع للاس اي سي، هشوف ده طبعا ده في امريكا، يعني بقول مثال بس، يعني هرجع للاس اي سي هشوف الانفورميشن بتاعتها، هشوف الاوديت ريبورت اللي موجود في الاس اي سي، وبناء عليها هقرر هل احط فلوس هعمل انفستنج في الشركه ديت ولا في السي اي بي.
طيب الاس اي سي ديت بقى ازاي بتعمل بروفايدنج الانفستور ويز ريلابل انفورميشن؟ ازاي بتجيب الريلابل انفورميشن ديت؟ ازاي؟ عن طريق السكيورتيز اكت، في قانون للسكيورتيز ريكواير موست كومباني بلاننج تو ايشيو نيو سكيورتيز تو بابليك تو سبمت ريجستريشن ستيتمنت تو ذا اس اي سي فور ابروفل. ومش بس كده، دي بتعمل بروتكشن، بتحمي الانفستور ازاي؟ ان يعني بتخلي كل البابليك كومباني يعملوا انيوال ريبورت، انيوال ريبورت يبقى فيه كل التفاصيل عن الشركه. ومش بس كده، الانيوال ريبورت دوت اللي هو الفاينانشال ستيتمنت ديت يكون فيها اندبندنت بابليك اكاونتنت ريبورت للاندبندنت اكاونتنج ريبورت as a part of registration statement and subsequent report. طيب بص كده خلاصه بقى، ال SEC ديت بتعمل ايه؟ بتفرض كل شركه هتعمل ايشيو للنيو سكيورتيز، اهو اي شركه هتعمل ايشيو للنيو سكيورتيز يروحوا يعملوا ريجستريشن ستيتمنت، يسجلوا الستيتمنت بتاعتهم في ال SEC. تمام، ويعملوا ايه تاني بقى؟ مش بس كده، ده هيخلوا لك الستيتمنت ديت اللي انت حطيتها في ال SEC ماشي، بيبقى فيها انيوال ريبورت، انيوال ريبورت كده في كل التفاصيل عن الشركه عملت ايه، فاينانشال ستيتمنت بتاعتها، كاش فلو ستيتمنت، انكم ستيتمنت، كل الستيتمنت بتاعتها، وتفاصيل بقى عن الشركه، الشركه حققت ايه السنه دي، فتحت فرع فين، ومش عارف عملت ايه، كل التفاصيل بقى عن الشركه تتحط كل دوت ايه في انيوال ريبورت. بس كده لا، ما هي بتعمل بقى بروتكشن انفستور، بتخلي الفاينانشال ستيتمنت الموجوده في الانيوال ريبورت ديت يتراجع عليها. طيب هي بتعمل كل ده ليه؟ ده لو الشركه عايزه تعمل ايشيو لنيو سيكيورتيز. طب كل دوت بيوفر ايه؟ بيوفر حمايه للانفستور، بروتكشن تو انفستورز اهو. يعني اي شركه عايزه تعمل نيو سيكيورتيز هتعمل كل الخطوات ديت. طيب تعال بص تفاصيل اكتر بقى، لو الشركه هتعمل ايشيو لنيو سيكيورتيز. بص الاول دي الخلاصه كده على الاس اي سي بتعمل ايه؟ بروفايد الانفستورز ريلابل انفورميشن، سبمت ريجستريشن ستيتمنت فور اس اي سي فور ابروفل. اي شركه هتسجل في الاس اي سي لازم تبعت الستيتمنت بتاعتها للاس اي سي ماشي، وتعمل ديتيلد انوال ريبورت، والفاينانشال ستيتمنت يتراجع عليها. تمام، دي كده الاربع حاجات ديت الملخص بتاع الاس اي سي ماشي. تعال نشوف بقى الشركه، اي شركه عندي لو عايزه تعمل ايشيو لنيو سكيورتيز هتعمل ايه الشركه ديت؟ اول حاجه هتملى فورم اسمه اس 1. الفورم اس 1 دوت لازم اي شركه هتعمل ايشيو لنيو سكيورتيز تملاه. يعني شركه جهينه هتعمل ايشيو لمليون ستوك جديد، لازم تملى فورم اس 1 دوت. بس كده لا، ده هتملى فورم تاني اسمه فورم 8K. فورم 8K ديت ريبورت سيجنفكت ايفنت اوف انترست تو انفستور، بمعنى لو في حدث بقى كبير عندك حصل في الشركه، السبب اللي انت اصلا بتصدر عنده الاسهم دوت، مثلا احنا بنصدر الاسهم علشان هنفتح فرع جديد للشركه في منطقه كذا، فاحنا عايزين نكبر الفلوس اللي معانا، عايزين راس مال تاني، فهنعمل ايه؟ هنعمل ايشو لنيو ستوك. يعني كده خلاص قسمهم بقى كده اتنين اتنين. اول حاجه في فورم اس 1 هنعملها لما تيجي تعمل ايشو لنيو سكيورتيز. تمام، كده فورم 8K اكتب بقى لو عندك ايفنت هيحصل، اكتبه للانترست، اكتبه للانفستور ماشي. زي ما قلت لك شركه جوهان هتعمل ايشو لنيو ستوك، وتعمل ايشو لنيو ستوك ليه؟ ايه الحدث بتاع اللي عايز تعرفه للانفستور؟ انها هتفتح فرع جديد في مكان معين. خلاص قلت هتعمل ايشو للنيو ستوك، وعملت قلت الايفنت بتاعك. هتملى بقى فورم تاني اسمه فورم 10K. دوت ايه؟ ده مكون من حاجتين، انيوال ريبورت، انيوال ريبورت في الفاينانشال ستيتمنت طبعا. تمام، واوديت فاينانشال ستيتمنت. يعني مكون من حاجتين، الفاينانشال ستيتمنت بتاعتنا والريبورت بتاع الفاينانشال ستيتمنت عليها. تاني فورم 10K دوت الاسئله ديت يعني تيجي ترو فولس ام سي كيو، يعني انت لازم تحفظهم كده ماشي، وميزه، ميز كل حاجه بعلامه. فورم 10K بتعمل ايه؟ فيها حاجتين، انيوال ريبورت والاوديت فاينانشال ستيتمنت. طيب فورم بقى 10Q لازم كل كوارتر اعمل ريفيو. خلي بالك بص، الريفيو اهو ما قالش اوديت، ايه الفرق ما بين الريفيو والاوديت؟ ارجع بقى شابتر 1 كده لما فتحت لك الريفيو ريبورت بتاع شركه جهينه، فاكر هو ده بقى الريفيو صح؟ ومش قلت لك ساعتها احنا جبنا بتاعت الريفيو ريبورت بتاع كوارتر 1 اللي هو كان من شهر، من يوم 1/1/2020 لحد يوم 30 مارس 2020 صح؟ كان فيرست كوارتر، اول اربع شهور في السنه عملت لهم ريفيو صح؟ فاكر ده بقى اجباري على كل شركه في الاس اي سي بتسجل عندنا انها تعمل كوارتر ريبورت، كوارتر ريبورت كونتيننج سيرتين فاينانشال انفورميشن اند اوديتور ريفيو اوف فاينانشال ستيتمنت. ما قالكش الاوديت ريبورت، قال لك ايه؟ ريفيو. ماشي خلاص اتفقنا كده انك هتقسمهم اتنين اتنين، اول فورم اس 1 ديت عشان السكيورتيز، تاني فورم بعمل السكيورتيز ديت ليه؟ في ايفنت عندي هقول للانفستور، بعد كده اعمل انيوال ريبورت، بعد كده كوارتر ريبورت. طيب بص بقى كده الخلاصة للي بيحصل في البرايفت.
وده لسه الجزء اللي جاي، بس انا ايه بفتح لك دماغك كده عشان تفهم ايه البرايفت كومباني الاوديت فيها ماشي ازاي. بص، اول حاجه عندي ستاندرد اسمه جي اي اي اس، جنرالي اكسبتد اوديتنج ستاندرد. طيب دولت عباره عن 10 ستاندرد، ماشي. قال لك بعد كده قال لك ان ال 10 ستاندرد دولت مش كافيين، فعمل ايه؟ عمل حاجه اسمها اس اي اس اس، ستيتمنت اون اوديتنج ستاندرد، ودي عباره عن يعني زي تفاصيل اكتر من الجاز، عشان الجاز ديت قال لك بتتكلم بشكل عام ما دخلش في تفاصيل، فحلوا المشكله ديت عن طريق ان هم عملوا ايه؟ اس اي اس. طيب مين اللي عمل اس اي اس ديت؟ حاجه اسمها الاي اس بي، اوديتنج ستاندرد بورد. كده خلاص اتفقنا، عندنا في الستاندرد المشين عليها في برايفت حاجه اسمها الجاز. الجاز ديت قال لك دي بتتكلم ان جنرال كده، ما دخلتش في تفاصيل فناقص حاجات، فايه الحل؟ ايه الحل للمشكله ديت؟ هنعمل الاس اي اس، ستيتمنت ان اوديتنج ستاندرد. دي شغلانه بقى زي التفسير كده، تفسير اكتر للجاز، وتعمل زي ارشادات كده لكل الاوديتور، ماشي. طيب الاس اي اس ديت مين اللي اصدرها اصلا؟ مين اللي عمل لها ايشيو؟ الاي اس بي، اوديتنج ستاندرد بورد. طبعا هناخد الكلام ده بالتفاصيل دلوقتي، بس انا بقول لك بس كده ايه، بفتح دماغك للبرايفت اللي بيحصل فيه. حلو، طب مين بقى اصلا المسؤول عن الليله دي كلها؟ مين المسؤول عن البرايفت كلها؟ مين اصلا اللي عمل الاي اس بي ديت؟ الاي اي سي بي اي، امريكان انستيتيوت اوف سيرتيفايد بابليك اكاونتنتس، هو دوت المسؤول عن كل دوت، تمام. يعني الاي اي سي بي ديت هي اللي اصدرت الجاز، وهي اصلا مسؤولة عن الاي اس بي اللي هي اصدرت الاس اي اس، فاهم؟ يعني انا اتمنى انك ما تكونش تهت مني، يعني لو تهت اصبر، هنتكلم عن كل حاجه من دول دلوقتي بالتفاصيل. انا بقول لك دي بس كده عشان تفتح دماغك للي جاي، ماشي. ماشي، الامريكان انستيتيوت اوف سيرتيفايد بابليك اكاونتنج دوت، ده هو المسؤول ايه عن السي بي ايز، هو اللي بيدي شهاده السي بي اي ديت، تمام. هو اللي بيشرف على كل اللي معاهم السي بي اي. بيقول لك بقى انك تكون عضو في ده معهد امريكي كبير مسؤول عن كل الاوديتنج في امريكا. عشان تبقى عضو بقى في الاي اي سي بي اي دوت، تبقى ممبر شيب فيها، لازم يكون معاك سي بي اي، بس العضويه فيها حاجه تطوعيه، يعني مش اجبار انك معاك سي بي اي تبقى عضو في الاي اي سي بي اي، انت براحتك. بس العضويه في الاي اي سي بي اي ديت لازم تقتصر على اللي معاهم سي بي اي فقط، ماشي. بس بعد كده بيقول لك ما دي لارجست بروفيشنال اسوسيشن فور سي بي اي ان يونايتد ستيتس، اكبر منظمه ليها علاقه بالاوديتنج في امريكا، ماشي. اي اي سي بي اي دي بقى سيت ستاندرد اند رولز ذات اول ممبرز اند اذر براكتسنج سي بي اي ماست فولو. اي اي سي بي اي ديت بتحط رولز وبتحط ستاندرد، اي حد معاه سي بي اي لازم يمشي عليها. طيب الرولز ديت بتحطها عن ايه؟ عن الاوديتنج ستاندرد وعن الريفيو ستاندرد، ماشي. عرفت الفرق منهم من شابتر 1، وعن ايه تاني؟ عن اذر اتستيشن ستاندرد، عرفنا برضو ايه الاتستيشن ديت من شابتر 1. وبتعمل حاجه رابعه برضو، كود اوف بروفيشنال كوندكت، اللي هي القواعد اللي هيمشوا عليها. يعني كده خلاص بقى، كده اتفقنا ان ايه، كل الاي اي سي بي اي ديت بتحط ستاندرد ورولز. الرولز ديت او الستاندرد ديت عن ايه؟ عن اربع حاجات، اوديتنج ستاندرد، ريفيو ستاندرد، اذر اتستيشن ستاندرد، وكود اوف بروفيشنال كونتكت. اتفقنا برضو ان اي سي بي اي ديت دي اللي بتدي شهاده السي بي اي، واللي انك تكون عضو فيها لازم يكون معاك سي بي اي، ماشي. في ايه تاني؟ شفت السلايد اللي انا كنت عمال اقول فيها من شويه ديت، ان البرايفت كومباني عند الجاز، والجاز عملنا لها اس اي اس، والاس اي اس المسؤول عنها اي اس بي، فاكر انت كل القصه ديت؟ اهي موجوده هنا بقى. بيقول لك عندي حاجه اسمها اوديتنج ستاندرد بورد، ديت منظمه جوه الاي اي سي بي اي، ماشي. يعني مين اللي بيشرف على الاوديتنج ستاندرد بورد؟ الاي اي سي بي اي. طيب الاوديتنج ستاندرد بورد ديت بقى الاي اس بي عملت ايشيو لاوديتنج ستاندرد اسمها ايه؟ اس اي اس اس، ستيتمنت ان اوديتنج ستاندرد. تاني اوديتنج ستاندرد بورد ديت الاي اس بي عملت ايشيو لستاندرد اسمها ايه؟ اس اي اس اس، which apply in all audit engagement not covered by PCAOB. وعندي برضو جماعة تانيين غير الـ ASB اسمهم the Accounting and Review Service Committee، ده برضو جزء من الـ AICBA، عملوا issue الـ A Statement on Standard for Accounting and Review Service SSARS، دي بنستخدمها امتى؟ that apply to preparation, completion and review service review 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 مش audit، تمام. يعني كده الـ ASB تمام عملت ايه؟ استنى كده تاني، الـ ASB عملت اهي، الـ ASB عملت issue للـ SASS. طيب والـ Accounting and Review Service Committee عملت issue للـ SSARS.
سجل عندك كل دوت، هيجي لك ممكن يجي لنا سؤال زي دوت يخليك بص دماغك تلف. فكل ما اقول في كذا عمل ايش وكذا، كل ده يتسجل عندك. طيب بعد كده عندي برضو ستاندرد تاني او رولز تاني اسمه ستيتمنت اون ستاندرد فور اتستيشن انجيجمنت. ماشي، ملهاش اختصار، دي احفظها كده زي ما هي، ستيتمنت اون ستاندرد فور اتستيشن انجيجمنت. دي بنستخدمها امتى؟ تو اشورنس اون نون فاينانشال انفورميشن. زي ايه مثلا؟ انفورميشن سيستم اوديت، دي حاجه نون فاينانشال انفورميشن. الاوبريشنال اوديت، دي حاجه نون فاينانشال انفورميشن. الكومبلاينس اوديت، لو انت مش عارف المصطلحات انا قلتها ديت يبقى انت كده فوتت شابتر 1، ارجع لشابتر 1 واعرف المصطلحات ديت. ماشي، والاي اي سي بي اي تاني برضو بتحط البروفيشنال ايثكس اكزكتيف كوميتي سيت رولز فور كونداكت ذا سي بي اي. لا تاني، بص، البروفيشنال ايثكس اكزكتيف كوميتي اهي دي برضو كوميتي حطت رولز اللي هي ايه، اللي السي بي اي لازم يتبعوها. تمام، يبقى انا كده عندي اربع حاجات تاني. سوري، عندي اربع حاجات. الاي اي اس بي عملت الاس اي اس اس، الاكونتنج اند ريفيو سيرفيس كوميتي عملت الاس اس ار اس، الستيتمنت اون ستاندرد فور اتستيشن انجيجمنت دي بنطبقها في النون فاينانشال انفورميشن. ماشي، بعد كده الاي اي سي بي اي بروفيشنال ايثكس اكزكتيف كوميتي دي بتحط رولز اللي السي بي اي لازم يمشوا عليها. خلي بالك من الكلام ده كويس قوي. طيب عند الـ AICPA ديت برضه مسؤولة عن ايه؟ مسؤولة عن الـ Write and Grade the CBA exam. زي ما قلت لك بقى، هي اللي بتدي شهادة السي بي اي، فهي طبعا مسؤولة عن امتحانات السي بي اي. تمام، وبتعمل سبورت للريسيرش ستاف اند بروفايدنج جرانتس تو اذرز فور ريسيرش، بيعمل سبورت للريسيرش لمهنة مهنة الاوديتنج. يعني لو هنعمل ايش النيو ستاندرد، الحاجات ديت بيسبورت الريسيرش ديت، بيعملوا ببلش في جورنال اوف اكاونتنسي تبقى زي اوديت جايدز كده، يعني حاجات الاوديت يتابعوها كل شويه ويمشوا عليها. بيبقى فيها ابديتس دايما لكل الستيتمنت ان اوديتنج ستاندرد، بيبقى فيها ابديت يعني جورنال اوف اكاونتنس ديت بيبقى فيها ابديتس لكل الاوديتنج ستاندرد الجديده، وبيبقى فيها كود اوف بروفيشنال كوندكت. ماشي، دي كده كانت الاي اي سي بي اي. الاي اي سي بي اي ديت كانت فين؟ في البرايفت كومباني. طيب فاكر البابليك كومباني كان فيها البي سي اي او بي والسيرفيس اوكس اكت والاس اي سي، صح؟ تعال لي بقى في الانترناشونال اند يو اس اوديتنج ستاندرد. كل اللي انا كنت بقوله دوت البرايفت والنون بابليك كومباني، سوري، البابليك والبرايفت كومباني ده كان فين؟ بيتطبق جوه امريكا. ماشي، امريكا بقى عامله ايه؟ انترناشونال ستاندرد، حاجات عامه كل الانترناشونال يمشوا عليها، او جاد لاينز كده لكل المنظمات في العالم بتاعت الاوديتنج تمشي عليها. يعني افهم من كده ان في ستاندرد برضو للانترناشونال، صح؟ طب الستاندرد ديت اسمها ايه؟ اسمها اي اس اي، انترناشونال ستاندرد اكاونت اوديتنج. طيب مين الاصدر الاي اس اي؟ الاي اي اي اس بي، انترناشونال اوديتنج اند اشورنس ستاندرد بورد. تاني ديت الاوديتنج ستاندرد على الانترناشونال بقى، الحاجات العالميه، الستاندرد ديت اسمها ايه؟ اي اس اي. مين اللي عامل اي اس اي؟ الاي اي اي اس بي. طيب طبعا الكلام ده موجود بالتفاصيل دلوقتي اهو. بص بيقول لك الانترناشونال ستاندرد ان اوديتنج، مين اللي عمل لها ايشيو؟ اهو الاي اي اي اس بي، انترناشونال اوديتنج اند اشورنس ستاندرد بورد. تاني خلي بالك من عند من دوت بقى، احفظ بقى وسجل عندك كده الاي اس اي، مين اللي عامل لها ايشيو؟ الاي اي اي اس بي. طب مين المسؤول عن الاي اي اي اس بي؟ الاي اف اي سي. شايف شايف كميه الاختصارات؟ انت لو ما بتسجلش كميه الاختصارات ديت هتضيع. طيب ايه الاي اف اي سي ديت؟ ده وورلد وايد اورجانيزيشن فور اكاونتنسي بروفيشن. دي بقى فوق الكل بقى، دي فوق كده الاي اف اي سي ديت وكل الكلام ده تحتيها. طيب الاي اي اس بي ديت بتعمل ايه؟ ورك تو امبروف حاجه مهمه قوي اسمها يونيفورميتي اوف اوديتنج براكتس ثرو اوت ذا وورلد. عايزه يعني زي توحد كده كل اوديتنج ستاندرد حول العالم. عارفين دي ايه؟ يعني بتديك العجينه وانت تشكلها بقى. وطبعا الاوديتنج ستاندرد بتختلف من بلد لبلد، بس في الاساس اصلا ده هي عباره عن الاي اس اي ديت، هي عباره عن انترناشونال ستاندرد اوديتنج، بس هما بيعدلوا عليها حاجات بسيطه، فاهم؟ ويطبقوها عندنا في البلد. يعني مثلا عندنا في مصر عندنا برضو معايير مصريه، وهناخدها في الاخر برضو اسمها ايجيبشن اوديتنج ستاندرد. طيب هل دي مصر مخترعاها كده من دماغها؟ لا، دي واخده اصلا الاي اس اي ديت، ماشي، ومعدل عليها شويه حاجات ومطبقاها هنا في مصر.
احنا واخدين العجينه من الاي اس اي ديت، طيب، واحنا شكلناها بقى براحتنا، ماشي، وديت الشغلانه بتاعت الاي اي اس بي. طيب، تاني الاي اس اي ديت دي ستاندرد بتمشي على الكل انترناشونال. مين اللي عمل لها ايشيو؟ الاي اي اي اس بي. مين المسؤول اصلا على الاي اي اس بي؟ مين فوق الكل بقى؟ الاي اف اي سي، دي وورلد وايد اورجانيزيشن فور ذا اكاونتنسي بروفيشنال، ماشي. الاي اي اي سي بي ديت مسؤول عن ايه؟ بتعمل يونيفورميتي اوف اوديتنج براكتس ثرو اوت ذا وورلد، ماشي. بص بقى كده الخلاصه، يعني ثلاث انواع من الستاندرد، حاجات انترناشونال ستاندرد اسمها ايه؟ اي اس اي. طيب، البابليك ستاندرد اسمها ايه؟ بي سي اي او بي. طيب، البرايفت ستاندرد اسمها ايه؟ اي اي سي بي اي، ماشي. بص برضو ده كده ايه، زي فيهم زي ملخص ليها، راح فين؟ ثواني اهو. بص، خلينا الاول ناخد ديت، هنمسك بقى كل واحده من دولت وهنقول ايه الاثوريتي بتاعتها. اول حاجه البي سي اي او بي ديت مسؤوله عن ايه؟ Auditing Station Quality Control Independence Ethical Standard for Mean Audit Public Company. بتعمل ستاندرد للبابليك كومباني، وبتعمل ايه تاني؟ ريجستر اند ريجوليت الاوديتورز فور بابليك كومباني، بتسجل، لازم كل الاوديتورز يسجلوا الاول في البي سي او يو بي ديت، ماشي. وده اللي قعدنا نهري فيه من اول الفيديو. طيب، الاي اي سي بي اي بتعمل نفس الكلام برضه، اوديتنج ستيشن كواليتي كنترول اندبندنس لمين؟ نون بابليك كومباني. وبتعمل حاجه كمان زياده اسمها ايه؟ بير ريفيو. اتكلمنا عن البير ريفيو، يعني ايه؟ بتعمله لمين؟ للنون بابليك. طيب، ستيت بورد اوف اكاونتنسي، خلي بالك ما قالش هنا بقى ايه الاي اس اي ولا الاي اس اي اي بي. ليه؟ لان كل بلد هتاخد المعايير ديت وهتعدل عليها وهتطبقها عندها. يعني هنا في مصر اسمها ايجيبشن اوديتنج ستاندرد، دي اصلا في الاصل عباره عن ايه؟ عباره عن الاي اس اي ديت، بس معدل عليها شويه حاجات، ماشي. دي بقى بتبقى مسؤوله عن السي بي اي، المراجعين نفسهم، والسي بي اي فيرم، المنظمات المراجعه او مكاتب المراجعه، بتبقى مسؤوله يعني عن الكل في الكل. دي بقى احنا خلاص عرفنا بي سي او بي ديت بابليك، خلاص حفظنا بقى الاي اي سي بي اي برايفت، ديت بتبقى مسؤوله عن الحاجات الانترناشونال. لو اتكلم عن هنا في مصر، ايجيبشن اوديتنج ستاندرد مسؤوله عن كل الاوديتورز والاوديت فيرم او السي بي اي فيرم. طيب، بص بقى كده الخلاصه، انترناشونال ستاندرد ان اوديتنج تي ابليكابل ان انتيتي اوتسايد ذا يونايتد ستيت. قلت لك دي بقى العجينه اللي بتديها واحنا نشكلها. طيب، ال AI CBA Auditing Standard دي مسؤولة عن ال Private Entity جوه ال US. طب ال BCAOB Auditing Standard دي مسؤولة عن ال US Public Company and other SEC Register including Broker with Dealers. طيب، هناخد كل ستاندرد من دولت وهنتكلم عنه دلوقتي شويه برضو. بص، اول حاجه الاي اس اي دي بيقول لك اي اس اي دي نوت اوفررايد كاونتي ريجوليشن جوفرنينج الاوديت براكتس. بيقول لك الاي اس اي ديت ما بتفرضش نفسها على البلد، او ما بتشيلش الرولز بتاعت البلد ديت، لا. دي بص بتعمل ايه؟ موست كاونتريز انكلودنج حتى امريكا نفسها، تمام، عملت ايه؟ بيز زير اوديتنج ستاندرد اون اي اس اي. بياخدوا الاي اس اي، بياخدوا العجينه ديت ويعملوا ايه؟ يشكلوها هما بقى، يعملوا لها موديفايد از ابروبريت فور ايتش كاونتري ريجولاريتي انفايرمنت. شفت؟ يعني كل البلاد، اي بلد بتعمل ايه؟ بتاخد الاي اس اي ديت، معايير المراجعه الدوليه، وبتظبطها بقى ايه على حسب عندها في البلد. بس في الاساس الاي اس اي ديت بياخدوا منها الستاندرد. زي بيقول لك مثال، الاوديتنج ستاندرد بورد في امريكا عمل ايه؟ الاوديتنج ستاندرد بورد في امريكا دوت خد الاي اس اي وعدل عليها برضو. طيب، البي اي سي بي اوديتنج ستاندرد دي ايه؟ دي بتعمل اوديتنج ستاندرد للبرايفت كومباني اند اذر انتيتيز ان يونايتد ستيتس. اكيد زهقت من الكلمه دي، انا عمال اعيد وازيد فيها. طيب، وعملت ايه تاني؟ عملت استبلش للاي اس بي برضه، فضلت اعيد وازيد ساعه في الموضوع دوت. والاي اس بي ديت عمل ستاندرد اسمها ايه؟ عمل اسمها اس اي اس اس. طيب، الاي اي سي بي اي ستاندرد ار اولزو ريفيرد از جنرالي اكسبتد اوديتنج ستاندرد، ودي لسه هنتكلم عنها بالتفاصيل قوي دلوقتي. بس الاي اي سي بي اي ستاندرد اسمها برضو الجاز، جي اي اي اس. طيب، بعد كده بيقول لك قبل ما يكون عندي السيربنس اوكزلي اكت. ايه ده؟ استنى، ايه السيربنس اوكزلي اكت دوت؟ كان عامل ايه السيربنس اوكزلي اكت دوت؟ دوت القانون اللي عمل البي سي اي او بي. ايه البي سي او بي ديت؟ ديت اللي بتعمل اوديتنج ستاندرد للبابليك كومباني، صح؟
طيب تعال نكمل. قبل بقى ما يظهر عندي سيرفنس اوكسل اكت دوت، كان الاي اس بي اللي هو اوديتنج ستاندرد بورد هو اللي كان بيحط الاوديتنج ستاندرد للبرايفت وللبابليك كومباني. خلي بالك سؤال ترو فولس اهو، حلو قوي اهو. يقول لك الاي اس بي كان بتحط الاوديتنج ستاندرد للبرايفت والبابليك قبل السيرفنس اوكسل اكت، ترو. تاني الاي اس بي اوديتنج ستاندرد بورد كانت بتحط الاوديتنج ستاندرد للبرايفت والبابليك كومباني قبل ما يكون عندي سيرفنس اوكسل اكت في 2002. طيب بعد ما بقى عندي سيرفنس اوكسل اكت ايه اللي حصل؟ البي سي او او بي ديت هاز ريسبونسبيلتي فور اوديتنج ستاندرد فور بابليك كومباني اند بروكر بروكر وديلرز في الاس اي سي. ماشي، واخد بالك من كميه الاختصارات وكميه المعلومات الكتير قوي؟ انت لو مش بتسجل كل دوت هتضيع. ماشي، البي سي اي او بي ستاندرد ديت لسه قايل لنا انها السيرفنس اوكسل اكت عملها. مش بص بيعيد لو عمال يعيد ويزيد بقى في نفس الكلام، بتعمل اوديتنج ستاندرد للبابليك كومباني. البي سي او بي ديت بتاخد في اعتبار الانترناشونال ستاندرد لما بتعمل نيو ستاندرد. مش انا قلت لك الاي اس اي ديت دي بتدي العجينه بقى واحنا بنشكلها، صح؟ والبي سي او بي ستاندرد ديت جوه امريكا بس، جوه امريكا، جوه البابليك كومباني في امريكا بس. ماشي، حلو قوي. بص بقى ركز معايا، ده موضوع جديد بقى، دي ليكتشر 4. ركز معايا في الموضوع ده. قال لك ايه؟ الاي اس بي بتعمل ايشيو بريفيرنس اوف ذا كودفيكيشن اون اوديتنج ستاندرد كونتيننج ذا برنسبل اندرلاينج ان اوديت ان اكوردنس وذ جنرالي اكسبتنج اوديت ستاندرد. يعني من الاخر بتعمل ايشيو لبرنسبل جديده. طب ايه البرنسبل دي؟ البرنسبل غير الستاندرد؟ اه، في فرق ما بينهم. البرنسبل دي بتديك حاجات كده تمشي عليها ان جنرال، وما بتفرضش خالص، ما فيش اوثورتي انك لازم تتبع برنسبل معين. لا، انت براحتك، عايز تعملها تعملها، مش عايز تعملها خلاص. بس بيعمل لك ايه؟ زي جايد لاينز كده انت تمشي ازاي، او اهو بص بروفايد فريم ورك كده، اطار عمل تمشي عليه عشان تعرف تعمل اوديت للفاينانشال ستيتمنت. بس هل يعني اجباري انك تمشي عليه؟ لا خالص، بس هو ايه يعني يستحسن انك تمشي عليه. وطبعا ده مش يعني مش اجباري خالص، يعني مفيش اي اثورتي كده لازم بتخليك تتبع برنسبل معين. لا، ده مجرد بس فريم ورك هتمشي عليه علشان تعمل كوندكتنج لان اوديت اوف فاينانشال ستيتمنت. طيب اقرا الكلام. ذا برنسبل بروفايد فريم ورك فور تو اوبجكتيف. البرنسبلز دوت بيعمل ايه؟ تو عنده تو اوبجكتيف للاوديت فاينانشال ستيتمنت. اول حاجه اوبتين ريزونبل اشورانس اباوت ويذر ذا فاينانشال ستيتمنت فري فروم ماتيريال ميس ستيتمنت ولا لا. ريزونبل اشورانس دوت ده عباره عن بروفيشنال اكسبريشن، مصطلح مهني. معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ بص، جود ليفل اوف اشورانس بت نوت 100%. يعني براجع الفاينانشال ستيتمنت، اه ماشي، وبدي رايي فيها، بعمل اوديت ريبورت عنها، بس المراجعه ديت استحاله توصل 100%. بص بص تاني، جود ليفل اوف اشورانس بت نوت 100%. ده معنى ايه؟ معناه ان السي بي اي او الاوديتور لازم يعمل بروفايد لهاي كواليتي، هايست اوف كواليتي. اه يعني هو بيعمل يعني هاي كواليتي اوديت، بس استحاله يوصل 100%. يعني انت 90% مثلا، اه يعني reasonable assurance كده اتفقنا ان هو ايه؟ good level of assurance but not 100%. انت اصلا مش عارف يعني ايه assurance؟ لا، انت كده ترجع بقى ايه لشابتر 1. طيب reasonable assurance عن ايه؟ عن ال financial statement عشان اشوف انها ايه؟ free from material misstatement ولا لا. يعني ايه كده المصطلح ده كله على بعضه كده، free of material misstatement؟ بص انا هقوله لك كده ملخص، وفي شابتر 2 اللي هو الاودت ريبورت هنتكلم عن المصطلح ده بالتفاصيل. طيب معناه ايه بقى free from material misstatement؟ معناها ان انا ال financial statement بتاعتي not include errors. يعني بص، not include something wrong in financial statement such as error. يعني ال financial statement بتاعتي ما فيهاش اي error، مظبوطة، ما فيهاش اي مشاكل. هي ديت معنى كلمة free from material misstatement. طيب تو اوبجكت، الاوبجكتيف الثاني بقى من البرنسبل بتاعي هو ان انا اعمل ريبورت على الفاينانشال ستيتمنت تو كوميونيكيت باي الجاز ان اكوردنس وذ ذا اوديتور فايندينج. خلاص بقى حفظنا الكلمتين دولت، انا لازم اعمل ريبورت على الفاينانشال ستيتمنت بناء على الستاندرد اللي هي الجي اي اي اس. طيب ده كان الفريم ورك بتاع البرنسبل بتاعت لما اجي اعمل اوديت للفاينانشال ستيتمنت. بص بقى، انا بقول لك نفس الكلام انا لسه قايله لك من شويه اهو، ان البرنسبلز ديت نوت ريكوايرمنت اند نوت كاري اثورتي، مش اجبار انك تتبعها، ومفيش اثورتي تخليك تتبعها، بس بتعمل لك ايه؟ بروفايد ستراكشر فور ذا كوديفيكيشن. بتعمل لك زي ستراكشر كده تعرف تمشي عليه. ذا ستراكشر از اورجنايزد الاونج ذا فولوينج اراوند ذا فولوينج برنسبل. طيب تعال بقى في يعني البرنسبلز بقى للاي اي سي بي اي ديت بتظهر.
هنقسمها لاربع حاجات: بروبوس اوف ان اوديت، البروبوس انا ليه اصلا بعمل اوديت، والريسبونس انا كاوديتور عليا ريسبونسبيلتيز، وانا كاوديتور في برفورمانس معين لازم اتبعه، وفي ريبورتنج في الاخر لازم يطلع. بص بقى ده الملخص بتاعهم كده، هناخد كل واحده دلوقتي هنتكلم عنها بالتفاصيل. اول حاجه بروبوس اوف ان اوديت، ماشي؟ طيب دي عباره عن ايه؟ الاي اي سي بي اي برنسبل. اي اي سي بي اي برنسبل فيها ايه؟ البربوس. اول حاجه بتقول لي ايه البربوس بتاع الاوديت اصلا. خلاص بقى حفظنا اللي انا اعمل بروفايد فاينانشال ستيتمنت يوزر ان اوبينيون ايشود باي ذا اوديتور. خلاص حفظنا ان انا لازم اعمل او مش هعمل، او الراي يعني عن الفاينانشال ستيتمنت هل هي مظبوطه ولا لا، معموله اكوردنس ويز ابليكابل فاينانشال ريبورتنج فريم ورك ولا لا، فيها ايرورز ولا لا. خلاص بقى حفظنا ده البربوس بتاع الاوديت. طيب ايه الريسبونسبيلتيز؟ انا كاوديتور ايه الريسبونسبيلتيز اللي عليا؟ اول حاجه لازم يكون ابروبريت معايا ابروبريت كومبتنس اند كابابيلتيز، يعني يكون معايا مثلا مهاره معينه، لازم اكون اندبندنس، لازم يكون عندي عدم التحيز وانا بقول رايي في الاوديت ريبورت، كل ده ريسبونسبيلتي عليا. طب تاني حاجه لازم اعمل كومبلي ويز ريليفنت ايثيكال ريكوايرمنت. ده هنا بقى اسمه ايه؟ حاجه اسمها اخلاقيات مهنه المراجع، ده موضوع كبير قوي، لازم يكون عندك الايثيكال ريكوايرمنت ديت. ماشي، بص بقى تالت حاجه واهم حاجه ديت: مينتين بروفيشنال سكيبتيسيزم اند اكسرسايز بروفيشنال جادجمنت. ايه ده؟ يعني ايه بروفيشنال سكيبتيسيزم ديت؟ دي ببساطه كده ركز معايا: اتيتيود ذا سي بي اي او الاوديتور شود ابلاي ديورينج الاوديت. طيب يعني اتيتيود معين لازم السي بي اي او الاوديتور يمشي عليه. طب ايه الاتيتيود دوت؟ الاتيتيود دوت عباره عن الشك، الداوتفول، دايما لازم يبقى شاكك في الانفورميشن اللي بتتقال، ما يكونش عنده ثقه من الاخر كده، ما يكونش عنده ثقه في الكلاينت اللي قدامه دوت، دايما بيكون شاكك ان في مشكله، في ايرور، الانفورميشن ديت فيها حاجه غلط، لازم دايما يكون عنده شك. طيب الشك دوت بينتهي امتى؟ بينتهي لما يعمل الريبورت. خلاص يعني بص من الاخر كده، هنا بقى عند الناس الهونست وهنا الناس الديس هونست، هنا بقى الاوديتور بيقف في النص كده بروفيشنال سكيبتيسيزم، هل الريبورت اللي طلع مظبوط؟ ما فيش مشكله، خلاص يجي الناس الهونست، ما فيش يروح الناس الديس هونست. ماشي، طيب لازم بقى يكون عندي بروفيشنال سكيبتيسيزم دوت عشان اعمل بروفيشنال جادجمنت. ايه البروفيشنال جادجمنت ده كمان؟ خلي بالكم الاثنين على بعض كده، بروفيشنال اكسبريشن مصطلح مهني. البروفيشنال جادجمنت دوت عباره عن الديسيجن اللي انا باخده او الريبورت اللي انا بكتبه او الاوبينيون اللي انا بقوله دوت، يكون بناء على اديوكيشن واكسبيرينس معايا. يعني مثلا ايه اللي بيخلينا نروح للدكتور علشان يكتب لنا مثلا علاج معين؟ العلاج اللي هو بيكتبه دوت بيبقى بناء على ايه؟ بناء على الجادجمنت بتاعته، او بناء على يعني الجادجمنت اللي هو اخده دوت بيبقى بناء على الاديوكيشن والاكسبيرينس بتاعته. نفس الكلام برضو هنا في كاوديتور، الاوديتور الاوبينيون اللي هو بيكتبه دوت او الريبورت اللي هو بيكتبه دوت بيبقى بناء على الاديوكيشن والاكسبيرينس قبل كده. ماشي، دي كانت الريسبونسبيلتيز بتاعت الاوديتور. تعال نشوف بقى البرفورمانس بتاع الاوديتور. لازم يعمل اوبتين ريزونبل اشورنس. خلاص مش هقول تاني يعني ايه ريزونبل اشورنس عن الفاينانشال ستيتمنت. طيب ازاي هيعمل الريزونبل اشورنس؟ عن طريق اربع حاجات. اول حاجه اتيك ويد بلاننج اند سوبرفيجن، يعمل خطه مراجعه كامله كده قبل ما يبدا في الاوديت. ماشي، وتاني حاجه ديترماين اند ابلاي ماتيريال ليفلز. ماشي، شوف ايه الماتيريال اللي هيجمعها كده. تاني حاجه اسس ريسك اوف ماتيريال ميس ستيتمنت، مش انا قلت لك يعني ايه فري اوف ماتيريال ميس ستيتمنت؟ طيب كلمه ميس ستيتمنت لوحدها ان انا عندي سمثينج رونج ان فاينانشال ستيتمنت، زي ايرور مثلا، عندي ايرور في الفاينانشال ستيتمنت، كلمه ميس ستيتمنت دي لوحدها معناها كده. ماشي، لازم بقى دايما يكون عندي ريسك ان عندي دايما ميس ستيتمنت، واجمع سفيشنت ابروبريت ايفيدنس، اجمع الايفيدنس ان فوليوم وكواليتي معينه. طيب تعال بقى رابع حاجه واخر حاجه الريبورتنج. الريبورتنج ده خلاص بقى حفظنا بقى الاوديت ريبورت، الاوديتور ده ريسبونسبل ان هو يقول رايه في ريتن ريبورت، والريبورت دوت يحدد هل الفاينانشال ستيتمنت مظبوطه ولا فيها ايرور، معموله ابليكابل ويز فاينانشال ريبورتنج فريم ورك ولا لا. خلاص، واتفقنا بقى ان الاوديت ريبورت دوت از ذا فاينل ستيب ان اوديتنج بروسيس. تعالى بقى نفس الكلام تاني اللي انا قلته من شويه، ان البرنسبلز ديت بتقدم حاجات جنرال، ماشي، اما الستاندرد دي بروفايد سبيسيفيك جايدنس. ماشي، خلي بالك من الكلام ده قوي، علم البرنسبل بان هي بتديك حاجات جنرال، اما الستاندرد بتديك حاجات ايه؟ سبيسيفيك جايدنس. طيب تعالى بقى هعمل كلاسيفيكيشن للاوديتنج ستاندرد نفسها. ماشي، الستاندرد بقى اللي بعمل لها ايشيو بيقال لها تو كلاسيفيكيشن نمبر. اول حاجه اس اي اس نمبر،
و AUC number. ايه ال SAS number ده؟ ده identifying the order in which it was issued. يعني مثلا الستاندرد رقم 1، الستاندرد رقم 2، الستاندرد رقم 3، بناء بقى ايه على ترتيب الستاندرد دوت رقم كام. تاني حاجة، حاجة اسمها AUC number دوت indicating اللوكيشن بتاع codification of auditing standard نفسها. هل كل auditing standard ليه نمبر، ليه كلاسيفيكيشن؟ فانا بشوف بقى الستاندرد دوت تبع اني ستاندرد بالظبط، هل تبع الاوديتنج، تبع الريبورتنج ستاندرد، ولا تبع البرفورمانس ستاندرد. تمام، بشوف بقى اللوكيشن بتاع الستاندرد ده نفسه فين. طيب ده في الـ AICBA. طيب في الـ BCAOB، انا خلاص انت اكيد عارف الفرق بقى ما بينهم، خلاص دي برضو بتبقى مترقمة. تمام، بيقول لك بقى بي سي او بي ريستنج ريكوجنايزز ذا ستاندرد باي توبيك، بقت تعملها باي توبيك. طيب في بقى عندي، عندي الستاندرد حاجة اسمها ستاندرد اوف بيرفورمانس. في مشكلة عندي بقى هنا، ان الستاندرد اللي انا بقدمها ديت دي بتعمل اماونت اوف جايدنس از ليميتد، ليميتد ما بتقدمش كل حاجة برضو للاوديتور. بس بيقول لك ان الاي اي سي بي اي برنسبل اند اوديتنج ستاندرد ار مينيمم ستاندرد اوف بيرفورمانس. ما عندكش كل التفاصيل عن البيرفورمانس، في حاجات كده قايلها ان جنرال، عايز تفاصيل جوه ما تعرفش. وبيقول لك مثلا ايه، لازم تكولكت الايفيدنس. طب الايفيدنس ديت انت ما قلتليش مثلا الايفيدنس ديت هتبقى قد ايه، او الايفيدنس دي بجمعها بناء على ايه، اللي هي الكميه بتاعت الايفيدنس بجمعها بناء على ايه. في تفاصيل كتيره انت ما قلتهاش، ماشي. فبالتالي لما الاوديتور يبقى عايز سبيسيفيك جايدنس، زي ماست يوز ليس اوثوريتيف سورسز، بيستخدم بقى ايه، مصادر اقل موثوقيه، حاجات مش موثوقه منها بره الاي اي سي بي اي. طيب دي مشكله عندي، في حلها عملنا الجاز جنرالي اكسبتد اوديتنج ستاندرد. جنرال اكسبتنج اوديتنج ستاندرد بقسمها، هي عباره عن 10 اهو، 10 ستاندرد، ماشي. 10 ستاندرد بقسمهم ثلاثه، اول حاجه جنرال كواليفيكيشن اند كوندكت، وتاني حاجة فيلد وورك وبرفورمانس اوف ان اوديت، بعد كده ريبورتنج ريزلت. طيب تعال نمسك واحدة واحدة. خلي بالك على فكرة الجاز ديت، الجي اي اس اس، هي ديت اللي بتقدم حاجات جنرال ما فيهاش تفاصيل، هي ديت اللي فيها مشكلة، ماشي. ولما اخلصها اقول لك احنا حلينا المشكلة بان الجاز ديت بيديك حاجات ان جنرال كده ما تخش في تفاصيل، حلينا ازاي المشكلة دي، بس هقول لك لما اخلصها. ماشي، اتفقنا ان هم 10 وقسمناهم 3. تعال نمسك اول حاجة جنرال كواليفيكيشن اند كونتكت. اند كونتكت ديت اللي هي المعايير العامة بقى كده، او الشخصية، شخصية عن ايه، عن الاوديتور نفسه، الشخص نفسه اللي هيعمل اوديت. اول حاجة لازم يكون عنده adequate training and proficiency، يعني يكون عنده التأهيل العملي والعلمي الكافي اللي يخليه يعمل الاوديتنج بروسيس، ماشي. يعني لازم يكون عنده ايه، adequate training and proficiency. طيب تاني حاجة independence in mental attitude، يعني ايه، لازم يكون عنده حياد واستقلال، يعني لازم يكون independence في كل الاوديتنج بروسيس، ما يكونش منحاز لطرف عن طرف، ماشي. يعني لازم يكون ايه، عنده اندبندنس في كل اوديتنج بروسيس. تاني حاجه، تالت حاجه داي بروفيشنال كير، يعني ايه، يعني ترجمه بالعربي هتلاقيه بيقول لك العنايه المهنيه الواجبه. يعني ايه يكون عنده عنايه مهنيه؟ يعني الاوديتور لازم يبذل، يعني يعمل مجهود كبير في الاوديتنج بروسيس، لازم يتاكد انه جمع كل الايفيدنس، لازم يكون انه عمل كل حاجه ممكن تتعمل عشان الاوديتنج بروسيس، عشان الريبورت يطلع مظبوط. طيب يعني كده اول حاجه جنرال كواليفيكيشن اند كونداكت. كونداكت دي اتفقنا ان هي ايه، الستاندرد بتاعت الشخصيه نفسها او الاوديتور نفسه، ماشي، عباره عن ثلاثه. طيب تاني حاجه الفيلد ورك بيرفورمانس اوف ان اوديت، ديت بقى الشغل نفسه بقى. تعال نشوف بقى ايه الستاندرد اللي اداها لنا في الورك بيرفورمانس نفسه. اول حاجه بيقول لك لازم تعمل بلاننج اند سوبر فيجن، يعني تعمل خطه كده للاوديتنج بالكامل من قبل ما تبتدي اوديتنج، لازم تشوف الاوديتنج بروسيس هتمشي ازاي، لازم لو انت معاك كذا واحد تشوف، يعني تدي تاسكات لكل واحد، ولازم برضو تشرف على المجموعه اللي معاك كويس، ما مش واحد بس هيعمل اوديت، ولا واحد ولا اتنين ولا ثلاثه، ده هتبقى مجموعه كبيره. لازم بقى المجموعه ديت تعمل لها بلاننج كده، كلها خطه كامله، وكل واحد تدي له المهام بتاعته، وطبعا ايه، تشرف عليهم كلهم كده. تاني حاجه sufficient understanding of the entity and its environment and its internal control. لو نعمل مثلا اوديت لشركه جهينه، لازم بقى افهمها كلها بالتفصيل، اعرف ايه الانفايرمنت اللي هي شغاله فيها، ايه اصلا، ايه منتجات مثلا اللي بتقدمها، ايه هي. ولازم اعرف حاجه مهمه برضو، الانترنال كنترول، اللي هو انظمه الرقابه الداخليه اللي عندي في الشركه، وهل الانترنال كنترول دوت، نظام الرقابه الداخلي دوت، اقدر اعتمد عليه واخد ريلبل انفورميشن منه ولا لا.
يعني الانفورميشن اللي هو بيديها لي ديت هل موثوق منها ولا لا؟ ماشي، يعني خلاص الخلاصه من هنا كده اتفقنا. بعمل ايه بقى؟ يعني بشوف الانفايرمنت بتاع الانتيتي بتاعتي وبشوف الانترنال كنترول. بعد كده sufficient and appropriate evidence، لازم تجمع الايفيدنس بشكل طبعا مظبوط، والفوليوم معينه وكواليتي معينه، وكل بروسيس الايفيدنس بتاعتها تختلف عن الايفيدنس التانيه، فاهم؟ عشان يعني من الاخر كده هنا بيقول ان انا لازم اجمع الايفيدنس بكميه معينه. طيب دول كانوا الثلاثه بتاع الفيلد ورك بيرفورمانس اوف ان اوديت، دول مسؤول عن الشغل. تعالى بقى لاخر حاجه عندي الريبورتنج ريزلت. خلاص خلصت الاوديت، هشوف بقى الريبورت دوت بقى هيتكتب ازاي. اول حاجه انا بتاكد من ايه اصلا؟ اول حاجه بتاكد منها هل الاستيتمنت ديت اللي معموله البالانس شيت مثلا معموله اكوردنس ويز جاب ولا لا. يعني بتاكد ان الفاينانشال ستيتمنت معموله بناء على الاكاونتنج ستاندرد اللي انا عارفها ولا لا. طيب circumstances when the job not consistently followed يعني ايه؟ يعني في الريبورت اللي انا بكتبه لازم اتاكد ان الاكاونتنج ستاندرد اللي انا ماشي عليها السنه دي كانت هي مثلا اللي ماشي عليها في الفترات اللي قبل كده، كانت هي نفس الريبورت اللي انا كتبته قبل كده، الستاندرد اللي انا كنت ماشي عليه هو نفس اللي انا كنت ماشي عليه في الفتره ديت. يعني مثلا في 2019 انا ماشي بالجاب اللي هي جنرال اكسبتد اكاونتنج برنسبل، عملت فاينانشال ستيتمنت بيها ماشي، لازم اكون برضو في الفتره اللي قبليها بتاكد بكتب كده عندي في الريبورت 2019 مشيت بالطريقه ديت، وفي 2018 كنت برضو نفس الكلام، او في طبعا الفترات اللي فاتت كلها. طيب تالت حاجه adequacy of informative disclosures، دي اللي هي الافصاح الكافي، لازم اتاكد ان كل الانفورميشن الموجوده في الفاينانشال ستيتمنت اللي هي كافيه وقلت كل الانفورميشن اللي عندي تمام. لو في حاجه غير كده هتتكتب في الاوديت ريبورت تمام، بس طالما ما كتبتش يبقى كده معناها ان انا قلت كل الانفورميشن اللي تهم كل الانفستور. بعد كده expression of opinion on financial statement، أول رأي بقى عن financial statement هل هي فيها مشكلة ولا لأ. وخلي بالك أنا بقول رأيي كده عن financial statement كلهم يعني كمرة واحدة، ما بقولش مثلا رأيي في income statement لوحدها، رأيي في cash flow statement لوحدها، رأيي في balance sheet لوحدها، لأ أنا بقول رأيي في financial statement كلهم كده كوحدة واحدة. وطبعا في اوبينين كتيره قوي هناخدها في الشابتر بتاع الاوديت ريبورت عن الفاينانشال اوبينين اوف فاينانشال ستيتمنت دوت. طيب دول ببساطه كانوا الجاز جنرال اكسبتد اوديتنج ستاندرد، واتفقنا ان ال10 دولت كده ما فيهمش ديتيلز قوي، بيتكلموا ان جنرال ما فيهمش تفاصيل. طيب الحل ايه اللي حصل؟ الاي اي سي بي اي عملت الاس اي اس، بقى الكلام بقى يرجع كده اول فيديو انا قلت طبعا الكلام ده كتير. طب الاس اي اس ديت بقت بقى مسؤوليتها انها تدي تفاصيل اكتر عن الاوديتنج ستاندرد ماشي. الجزء ديت مش موجوده تقريبا عندنا في الكتاب، بس الموجود يعني عندنا اللي بيقول لك الجنرال اكسبتد اوديتنج ستاندرد ديت ما فيهاش تفاصيل قوي، بتتكلم ان جنرال ماشي. اما بقى الحل ان احنا الاي اي سي بي اي ديت عملت الاوديتنج ستاندرد بورد اللي هو اي اس بي ماشي، والاي اس بي دوت عمل الاس اي اس ماشي. على فكره ما بقولش حاجه جديده، انا بقول بسرعه، انا ما بقولش حاجه جديده، الكلام دوت قلته كتير في اول الفيديو. تعال بقى هعمل نتكلم عن الاوديتنج في امريكا، تعال بقى نتكلم عن الاوديتنج هنا في مصر. ماشي بص بقى بيقول لك اول حاجه اندر ذا كوربريت لو نمبر مش عارف سنه رقم كام لسنه كذا، في الكابيتال ماركت برضه رقم كام لسنه كذا. القانون دوت بيقول ايه؟ بيفرض على كل الكومبانيز اول كومبانيز ان ايجيبت ليستد او اند ان ليستد must prepare financial statement in accordance with a ESA sorry EAS Egyptian auditing standard. لا سوري اكاونتنج، انا عمال من اول فيديو اقول اوديتنج اوديتنج فخلاص خدت على الاوديتنج يعني. طيب يعني مثلا خلاص القانون دوت قال ان كل companies in Egypt لازم تعمل financial statement بتاعها in accordance with Egyptian accounting standard ماشي، والفاينانشال ستيتمنت ديت اللي انا عملتها لازم تعمل لها اوديت باي سيرتيفايد بابليك اكاونتنت اند اكوردنج ويز ايه ايجيبشن اوديتنج ستاندرد. يعني بص الفاينانشال ستيتمنت بتاعتي هيت بعملها بناء على الايه ايجيبشن اكاونتنج ستاندرد. طيب لما باجي اعمل اوديت للفاينانشال ستيتمنت ديت بمشي على اني ستاندرد؟ ايجيبشن اوديتنج ستاندرد.
كلام سهل يعني، ما فيهوش حاجه. طيب بعد كده عندي بقى مصطلح اسمه الجوينت اوديتس ار ريكوايرد فور بانكس اند اذر فاينانشال انستتيوشن. يعني ايه جوينت اوديتس؟ يعني اتنين شركتين اوديت او مكتبين مراجعه يعني، يعملوا اوديت للبنوك والاذر فاينانشال انستتيوشن. واشهر مثال على الاذر فاينانشال انستتيوشن اللي هي شركات التامين. يعني اي فاينانشال انستتيوشن عندي سواء بنك او مش بنك لازم تعملوا جاينت اوديت. جاينت اوديت دوت عباره عن شركتين اوديت بيعملوا اوديتنج لنفس المنظمه في نفس الوقت. طيب تعالى بقى لحاجه اسمها فاينانشال ريبورتنج فريم ورك. ايه بقى الفريم ورك اللي همشي عليه؟ اول حاجه بيقول لك ان وزاره الاستثمار هنا في مصر ديت دي بتعمل اكاونتنج ستاندرد سيتر، هي اللي بتحط لي الستاندرد بتاعت الاكاونتنج في مصر. طب الستاندرد ديت هل جايبينها من دماغهم؟ لا، الايجيبشن اكاونتنج ستاندرد ديت جابوا ورقه وقلم كده وكتبوها وحطوها من دماغهم. لا، دي بيزد اون ايه؟ الايفرس، الاي اف ار اس، معمول سنه 2006، بعد كده عدلتها في 2018، بقت متوافقه يعني مع التعديلات الجديده اللي في 2018. طيب يعني كده عرفنا ان وزاره الاستثمار ديت هي اللي بتحط الاكاونتنج ستاندرد. بص، بتحط ايه تاني برضو؟ الاوديتنج ستاندرد. طيب الايجيبشن اوديتنج ستاندرد ديت بتحطها من دماغها جبارة وقلم كده يلا نحط ستاندرد من عندنا؟ لا، ده بيزد على ايه؟ انترناشونال ستاندرد اوديتنج، الاي اس اي. فاكر لما انا قلت لك في اول الفيديو خالص قلت لك الاي اس اي ديت بتديك العجينه وانت تشكلها صح؟ هنا بقى شكلناها وسميناها ايه؟ ايجيبشن ستاندرد اون اوديتنج. تمام، بس الستاندرد ديت مش معمولها ابديت مع اخر فيرجن في الاي اس اي. طيب يعني اخدنا 2015 مش معمول بقى ابديت للجديد. خلاص احنا عرفنا كده المينستري اوف انفستمنت اند انترناشونال كوربريشن اللي هي وزاره الاستثمار ومش عارف ايه كده، هي اللي بتحط الاكاونتنج ستاندرد والاوديتنج ستاندرد. والاكاونتنج ستاندرد بتتحط بناء على ايه؟ الايفرس، والاوديتنج ستاندرد بناء على الايه؟ الاي اس اي، انترناشونال ستاندرد اون اوديتنج. تعالى بقى لحاجه اسمها ايجيبشن سوسايتي فور اكاونتنت اند اوديتورز اللي هي جمعيه المحاسبين والمراجعين المصريين. ديت ايه الريسبونسابيلتيز بتاعتها؟ انها تعمل سيتنج انيشال اند كونتيننج بروفيشنال ديفلوبمنت اي بي دي اند سي بي دي ريكوايرمنت فور اتس ممبر. يعني كل الممبرز اللي في الجمعيه ديت لازم اعمل لهم ديفلوبمنت دايما. لازم اعمل لهم ايه؟ انيشال ديفلوبمنت وكونتيننج ديفلوبمنت، اي بي دي وسي بي دي، الاي فور انيشال والسي فور كونتيننج والبي دي اللي هي بروفيشنال ديفلوبمنت. ماشي، تعالى كده بروموتنج ذا اي اف اس اي كود. ايه الاي اف اس اي ديت؟ ديت ايجيبشن فاينانشال، ده كود معين يعني قوانين معينه بتحطها هيئه الرقابه الماليه على الممبرز المتسجلين في الاي اف اس اي. طيب مسؤول عن ايه تاني الاي اس اي؟ ايه مسؤول عن استبليشنج اند انفستيجيت ديسكبلينري سيستم فور اتس ممبر. يعني دايما بتعمل انفستيجيت على الممبرز بتوعها، دايما لما بتتاكد ان هو ماشيين بناء على الستاندرد اللي حطيناها. ماشي، طيب مسؤول عن ايه تاني؟ بروبوزنج ريفيجن اون ايجيبشن اوديتنج ستاندرد وايجيبشن ستاندرد ان اوديتنج. مين اللي اتفقنا مين بيحط الايجيبشن اوديتنج ستاندرد والاكاونتنج ستاندرد؟ ده مينستري اوف انفستمنت اند انترناشونال كوربريشن هي وزاره الاستثمار هنا في مصر. هي بقى ايه؟ لو في ستاندرد جديده بتعرف الممبرز بتوعها في الجمعيه، لو في حاجه مثلا دايما بترجع لهم على الستاندرد اخر ستاندرد محطوطه كده يعني. ماشي، دي كانت الريسبونسابيلتيز بتاعت الاي اس اي اي. ماشي، في تاني عندي حاجه اسمها فاينانشال ريجولاريتي اثورتي اللي هي بقى ايه؟ الاي اف ار اي، ايجيبشن فاينانشال ريجولاريتي اثورتي، الهيئه العامه للرقابه الماليه في مصر، او الهيئه العامه لرقابه السوق المالي هنا في مصر. دي قالت لك ايه بقى؟ اي اوديتور هيعمل اوديت للليستد انتيتي اند اول نون بانكينج فاينانشال انستتيوشن لازم يكون عندي متسجل عندي في الهيئه بتاعتي دي اهو. لازم ماست اذا ان اوديتور ماست بي ليستد ان ايجيبشن فاينانشال ريجولاريتي اثورتي. طيب القانون دوت اللي هم حطوه دوت، القانون دوت مسؤول عن ايه؟ ريسبونسبل فور ايه؟ يعني ايه اهميه القانون دوت؟ ان هو مينتيننج ريجستر فور اوديتور وي ار لايسنسد تو اوديت اند ليستد كومباني اند ان بي اف اي. الان بي اف اي ديت اللي هي ايه؟ نون بانكينج فاينانشال انستتيوشن اختصار ليها يعني. ماشي، يعني اول ريسبونسبيلتي عليها انها بتسجل كل الاوديتورز عندها. طيب ايه تاني؟ استبليشنج كواليتي اشورنس اند ريفيو سيستم اند انفستيجيت اند ديسيبلين سيستم فور اي اف ار اي ريجسترد اوديتورز. خلاص حفظنا يعني ايه كواليتي اشورنس وريفيو سيستم. طيب ايه تاني؟ بتعمل سيتنج للسي بي دي اللي هي كونتينيونج بروفيشنال ديفلوبمنت، دايما بتطور الاوديتورز بتوعها. طيب ايه تاني؟ استبليش ايثيكال ريكوايرمنت، قلنا الايثيكال ريكوايرمنت دوت ده كده اللي هو ايه؟
اخلاقيات مهنه المراجع. ده موضوع مش عارف صراحه موجود عندنا ولا لا، بس موضوع يعني ايه مهم قوي. لازم القانون دوت يعني بيحط القانون الايثيكال ريكويرمنت دوت. طيب ماشي، في ايه تاني؟ اخر حاجه عندي بقى كواليتي كنترول. مين المسؤول عن كواليتي كنترول؟ برضو الاي اف ار اي. اخر كده الاي اف ار اي ديت دي الكل في الكل هنا في الاوديتنج هنا في مصر. حلو، دي بتعمل ايه؟ بتعمل كواليتي اشورنس وريفيو سيستم لمين؟ للاوديتورز. لاني اوديتورز اللي متسجلين عندها في الاي اف ار اي. ماشي، يعني من الاخر كده اي اف ار اي بتراجع الاوديتورز بتوعها، بتشوف الكواليتي اشورنس بتاعها، بتشوف الريفيو سيستم اللي هم شغالين بيه. ماشي، اتفقنا. الاوديتورز دولت بيعملوا ايه؟ بيعملوا اوديت لليستد كامباني اند نون بانكينج فاينانشال انستتيوشن. طيب عمل ايه تاني الاي اف ار اي دوت؟ عمل حاجه اسمها اوديتور اوفر سايت البورد، الاي او بي. بتعمل ايه الاي او بي ديت؟ بتعمل انسبشن للاوديتورز. ايه ده، فاكر كلمه انسبشن ديت وفاكر البي سي اي اي سوري بي سي اي اي او بي اللي كانت في اول الفيديو خالص؟ صح، مش قلت لك بتعمل انسبشن للاوديتورز اللي عندها؟ هنا في مصر برضو في نفس الكلام، اسمها اي او بي. الاي او بي ديت بتعمل ايه؟ بتعمل انسبشن للاوديتورز بتوعها. شايفين يعني بجد لكشر 3 و4 ديت يعني لحد اخر سلايد اهوت في معلومات مهمه. يعني لازم نركز دايما، يعني مفيش مثلا جزئيه قلنا مش مهمه او ما فيهاش حاجه، لا ده في تفاصيل كتير قوي وفي اختصارات كتير قوي، فنخلي بالنا من كل التفاصيل ديت. لو حد احتاج اي حاجه انا معاك، كلمني فيس، واتس، تليجرام، كومنتات يوتيوب، اي حاجه انا معاك.